الله يسعدك. وانتم وست احلام كمان يعني ما شاء الله عليها محاوره حقيقه يعني محاوره لبن احلام احلام احلام. نعم من نعم. احلام من المذيعات يعني اللي معاي دائما متالقه بطلتها بضحكتها بافكارها بعائلها اسم الله عليها يا رب ما شاء الله عنها. مش هيك احلام؟ كده انا تلميذتك وانت الله يخليك يا رب. نشكر اتصالك عبد الله وخليك معنا واتصل فيا بكره، انا بكره موجوده الصبح برضه على الهواء. مسيو خليل نرجع لهالموضوع اللي برضه لثاني مره برجع له. تفضلي. ثالث مره هلا التشقير قلنا بزيد من الشعر. انا بنصح كل سيده عدم التشقير لبشرتها واللي بتخاف تعمل ليزر. في طرق تانية زي ما حكينا في البدايه بعكس الشعر نمشي على الشوجر او على الواكسنج وعلى الشمع، فهمتي علي كيف؟ في طرق كثيره. التشقير عم بعمل والله يا صبايا التشقير هو مثل سماد، سماد لحلمة الشعر، عم بأثر كتير 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 وعم بعمل شغلات يعني نقول عنها إنها عم بتتعب البشرة. فأنا بنصح لإلكن حبايبنا ستاتنا بنصح عدم التشقير للبشرة، اعملوا الشغلات اللي بتعرفوها في واكسنج في شوغر في شغلات تانية ولكن باتجاه عكس الشعر. عكس الشعر. نعم. ناخد اتصال من ألاء. ألاء صباح الخير. ألاء ألو صباح الخير. صباح الخيرات. ألو كيفكم؟ كيفكم مسيو خليل؟ الله يخليك يا هلا. هلا حبيت بس أصبح عليكم والله. الله يسعد صباحك. الله يصبحك بالخير وأشكركم على برنامجكم كتير حلو وكتير معلومات قيمة. الله يخليك يا رب. وحبيت أبارك للمسيو خليل على الهواء عارف. أيوة. ابنه تكبرينا هيك يا صبيه. الله يخليك. والله بدي ابارك لك. شكرا. خلينا ندخلها بالاخر ان شاء الله بس لكن شكرا لك. شكرا لك ألاء. وبارك يا رب اذا مش متزوجه يا رب والله يحميك وبشكرك كثير ست ألاء. نشكر اتصالك. اذا حكينا للستات اللي بخافوا اضرار الليزر، بخافوا كثير انه بيعمل سرطانات، في معتقدات متداوله بين الستات صح؟ يعني هو مثل ما حكينا بالحلقة اللي قبل هاي احنا حكينا عن مشتقات الليزر وعن اللايت وعن الضوء وعن المسميات الأخرى للليزر. الليزر إذا استعمل بطريقة صحيحة 100% أنا خليني أحكي كمان على درجات حرارة معينة ولو طبعا البشرة. طبعا أكيد درجة كل بشرة لها درجة حرارة معينة، خليهم يحكوا معي على الهواء الأطباء وأنا تحت الأمر بناقشهم بعلم 100%. بالنسبة لخبراء التجميل كتير بيستعملوا الليزر بس لكن احنا بدنا طريقة افضل انه اذا استعمل بطريقة صحيحة 100% وعنده علم بهالجهاز هيدا، فهمتي علي كيف؟ عم بفيد البشرة. اما اذا استعمل بطريقة خاطئة فهو سيء جدا للبشرة. انا قرأت عن الليزر كتير. نعم. قرأت انه لا ما له اضرار بس لون البشرة. لا له اضرار مش ملوش اضرار احلام، له اضرار انه اذا استعمل بطريقة غلط عم بحرق. احنا بدنا نيجي نقيم الكلف او درجة حرارة معينة ورجعنا الكلف او درجة حرارة عالية او طلقات زيادة للليزر او مسكة المقبض للليزر، كيف الفرد تاع الليزر كيف بده يمسك صحيح، كيف بدك تهيئي للزبونة، كيف بدك تاخذ الشيفينج للزبونة، كيف بدك ترتبي لها السيد او لها الرجل، كيف بدك نعطيها العلم الصحيح للليزر. الليزر مشتقاته علم كبير كبير يعني كبير. اذا استعمل صح ما اذا استعمل صح 100% انا بأيد كل ست تعمل ليزر او ضوء او لايت، واذا استعمل خطا انا ما بتحمل نتيجة الخطأ أخطاء غيري أكيد يعني. وعندك كمان أكيد. بتعمل بالسنتر عندنا ليزر وعندنا لايتنج وعندنا ضوء وعندنا كذا وعندنا عروض خاصة للسيدات ومشاهدين نورمينا. لا مشاهدين نورمينا تكرمي يا ستي أكيد خصومات كتير كبيرة. إذن أرقام المسيو خليل الشخصية للتواصل معه ولتعرفوا وين السنتر حكينا بالجاردنز 79 عمارة 79 0795877505 و0799629290 للتواصل مع مسيو خليل بأرقامه الشخصية. هلأ بدي أحكي عن أسألك عن الآيلاينر التاتو. نعم. هلأ بتتخدر هاي المنطقة لما تعمل التاتو؟ سؤال كتير 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 جاي. بالنسبة للتخدير هي مش هالقد هالمشكله اللي فيها الم وكثير ستات بقول لك واو وكذا وهذا ورقيقه نفس الشيء. الفنان الفنان اذا اعطيتيه لوحه اعطيتيه لوحه بخمس دقائق برسمها بقول لك اوكي هاللوحه كثير حلوه مزبوط اكيد مزبوط. آه
الواحد الممارس بيشتغل هالشغله هذه بالايلاينر او بالتتواج او بنقول في البيرمان دبر فلاكي هالشغل الحلو هيدا، 5 دقائق الايلاينر، يعني ايلاينر هون وهون 5 دقائق، بتمسكها هيك، خلينا اوضح للمشاهدين، بنمسكها بهالجهاز بس خط خفيف جدا، لا بده بنج ولا بده دموع ولا بده بكاء ولا بده شيء. الايلاينر بيعمل على تكنيك الشعر، يعني عندنا الشعر بالرمش الاسفلاني موجود، ما في شعر عندنا، ما في شعر، العين عم تبكي ما فيها شيء اللي يضحك هالعين اللي تكون عين حلوه، فاحنا بنقدر نعمل افضل من الرموش، لانه هي الست اللي ما عندها رمش تضلها تركب رموش 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 لوين لبدن لمتى، فاحنا بنعملها خط خفيف، مش ايلاينر عريض مثل ما بترسمه الصبيه، لا احنا بين الرمش والرمش بنعبي هذا، بصير اسوداد عندنا بلون الرمش الطبيعي وبنقدر نعمل هيدا. بعدين احنا عندنا صبغه للرموش وبيرمنت للرموش، بنقدر الرمش اللي نازل نعمل له بيرمنت ويرفع الرمش كتير احلى من المسكارة، وبنعمل تحت الرمش الاسفل بنقدر نعطي جمال اكثر. ففي بيرمنت للرموش كمان، وتركيب الرموش نرجع تركيب الرموش مثل ما حكينا بالحلقه اللي قبلها، احنا الرمش ما بنلزق ماده الرمش، لانه في مثلا في 4 رموش مع بعض، في رمش كامل بيجي صف واحد، في رمش رمش شعره بشعره بتيجي على الشعره اللي بالرمش وبنركبها تركيب وبتقعد لاسبوعين لثلاثه، واحنا بنضلنا نتابع الاخت الكريمه بنقولها رجعينا بعد اسبوعين بتلاقي رمشين ثلاثه ساقطين بنقدر نركب لك اياهم، رجعينا كذا، فالست ما شاء الله كل فتره كل اسبوعين ثلاثه تعبي هذا الوضع، فبضلها رموشها طبيعيين حلو حلوه كثير، حتى لو تحممت لو صبحت لو راحت لو راحت شيء هيك فيها المي بضلوا الرموش حلوين كثير وبتعلموا كثير، وبتمنى لكل صبيه انه العين حلوه والعين عم تحكي والعين غزل والعين الشعراء حكوا عنها، فلازم لغه العيون كمان، يعني انت بتطلع في واحد بتلاقي رموشه هيك حلوين وعيونه هاي لا كيف تسلم لي عيونك احلام. اذا ناخذ اتصال معنا، اخر اتصال مع استاذ حسن. الو صباح الخير. صباح الخيرات. بصبح عليكي وعلى مسيو خليل. يسعد صباحك. الله يصبحك. صحيح واحنا عاتبين عليك، واحنا دي الشباب اهو الرجال بالذات. يعني كل الجمال للفتيات والصبايا. بالعكس انت روحك جميلة، وانت جميل كمان. وانت روحك جميلة. استاذ حسن من وين بتحكينا؟ انا بحكي معكم من الطفيلة. طفيلة؟ يا اهلا وسهلا فيك، ويا اهلا وسهلا في الطفيلة. نفسي ازور الطفيلة. والله بتشرفينا والله يا ست احلام انت ومسيو خليل، يعني صحيح الله يخليك يا رب. انا والله صدف اليوم انا بتابع برنامج نورمينا العاده دائما وصل صوتك والشعر البادي، بس اليوم صدف يعني قلت خلينا اشوف شو في برامج صباحيه. اكيد برامج نورمينا منوعه وبنتمنى من كل المشاهدين انه يتابعونا بكل البرامج. والله صحيح، يعني حضرتني أكمل كلمة على الجمال. أها. تفضل. فبقول جميل رسمك، رائع وصفك، قاتل كسمك، ما أروع بسمك. الله الله الله. أحلام يا سالبة القلوب. الله 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 الله. معطلة العقول، جميلة أنت كجمال القمر، صافية نفسك كصفاء السماء في الصيف، رائعة أنت كروعة قوس قزح، الله ناعمة أنت كنعومة الحرير، الله أميرة الله أنت على قلوب البشر، الله الله مضيئة أنت لسماء المحبين، محطمة أنت لقلوب العاشقين. الله أكبر. والله زاكلة لك أستاذ حسن. الله. طب انت هيك يا استاذ حسن غوصت مع احلام وخليل، ما له شيء عندك؟ لا هذا مو الي صح ولا الي؟ بس هذا حضرني لانك هذا الي؟ حكيت عن جمال العيون. هذا للكل عن جمال العيون يعني. للكل مش لالي. بس طلع اسمي من جمال مقدس، هذه لست احلام، اما انت لك ان شاء الله جوله ثانيه. اسمعك وعد اني انا اسمعك ان شاء الله. شكرا لك استاذ حسن، تابعنا كثير حلو ما شاء الله عنه. والله يا صبايا برنامج مع احترامي لست احلام برنامج جيت بوقتك يا خليل، المشاهدين يعني انا عم بحكوا اتصالات معي من دبي من الكويت من الخليج كافه، حتى والله من امريكا ومن اوروبا عم تجيني اتصالات، ويعني ما شاء الله هالبرنامج فعلا احلام لها هالفكر وهالعقل
وان شاء الله يا رب احنا دائما متواصلين معاكم، احنا ضيوف على بيوتكم، يعني بندخل على بيوتكم من دون استئذان، احنا بنتمنى صباح الخير برنامجنا وبنحكي. فبتمنى ان شاء الله هيك اتصالات واي سؤال لاي صبيه، ومثل الاخ امير اللي حكى بيوت الشعر هلا وتغزل فينا اسم الله عليه، بنوجه له تحيه لكل اخواننا في الطفيله، وانا اعطيت محاضرات في الطفيله وبيعرفوني الاخوه الاكارم من سياده المحافظ والمدير الشرطه هناك، لهم منا كل الاحترام والتقدير. وبشكرك اخ حسن كثير على الاتصال الرائع والجميل، وانت فعلا فنان، وان شاء الله بتضلك صوتك هالجمال الجمال حسن لك بإذن الله تعالى. كل الاحترام لك أستاذ حسن، لكل أهالي الطفيلة ومعان والكرك والعقبة والإربد ورمسة جرش صلت، لهم مني كل الاحترام، لكل المحافظات، للمفرق، لست محافظة ومن 12 محافظة، لكل المحافظات، لكل المحافظات من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. نشكركم، نشكر متابعتكم معنا، وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كلمة أخيرة منك للجمال. إن الله جميل ويحب الجمال، وأنتم دائما بعيني، كل الجمال لكم وكل الاحترام لكم. خليني أشكر بس لأنه أنا في عندي كانت مناسبة وعارفينها الإخوان، بشكر كل من أتاني، بشكر لإعلامي صديقي وحبيبي الأستاذ محمد الوكيل والأستاذ بسام الرقاد، بشكر النواب اللي أتوا على عرسي من محافظين، محافظ إربد له كل الاحترام، بشكر السيد محمد عبد الجواد، وبشكر السيد محمد طه، وبشكر كل من أتاني على، وبشكر جمعية السماعني لهم كل الاحترام والتقدير، بشكر كل أبنائي وأحبابي وأصدقائي في أردننا الحبيب. أكيد بصبح عليهم جميعا، لكل الإعلاميين والإعلاميات في الأردن. وأنا من دوري أنا أذكر آخر مرة بأرقام أرقامك الشخصية للتواصل مع مسيو خليل 0795877505 و 0799629290. خليكم معنا، بكرة حكون معكم أكيد في صباحك غير في أردن الخير، تابعوني بكرة من 10 ل 12، وبعد بكرة أكيد رح أكون معك بمواضيع كمان رح ندردش تخص بشكل التجميل عام كافة إن شاء الله، أي أسئلة بتخص التجميل. خليكم معنا مشاهدينا، بكرة استنوني من 10 ل 12 مني ومن فريق البرنامج. صباحكم خير، الحب والاحترام، صباحكم خير في أردن الخير. وهي بوسي مني لكل مشاهدينا، لكم باي باي حبيبتي.